صباح الخير يا أول، كيف حالكم يا أبطال؟ خلينا نشوف يا أول شو رح ناخد اليوم. رح ناخد درس الرياضيات. قبل هيك خلينا نشوف يا أول ما هو اليوم. اليوم هو الأحد. ما هو التاريخ؟ 22/11/2020. طب شو رح ناخد اليوم؟ رح ناخد عن القيمة المنزلية. بس قبل ما ناخد عن القيمة المنزلية لازم أنا وياكم نحكي قصة. رح نحكي قصة اليوم كتير حلوة، قصة الآحاد والعشرات. خلينا نشوفها يا أول. كان يا ما كان، في قديم الزمان كان في أعداد من 1 لـ9 كانوا قاعدين مع بعض هم البعض وعم بيصيحوا وعم بيبكوا. كان في عندي أعداد من 1 لـ9 قاعدين مع بعضهم البعض وكانوا قاعدين عم بيبكوا زعلانين، شايفينهم زعلانين. جيت أنا وحكت لهم مالكم يا 1 لـ9 مالكم زعلانين قاعدين؟ قالوا لي يا مسرحة، إحنا كل الناس عندهم بيوت إلا إحنا ما عندنا بيوت. حكت لهم طيب وين المشكلة؟ ليش ما تبنوا أنتوا بيت؟ حكوا لي إحنا ما معانا مصاري كتيرة، كل اللي معانا 20 دينار، يعني ما بنقدر نبني بيت كبير، بنقدر نبني بيت صغير. حكت لهم طيب بنوا باللي معاكم بال20 دينار بيت، كل واحد منكم يبني بيت. فحكوا لي خلص يا مزرعة، احنا رح نرد عليكي ونبني بيت. اجت الواحد بنت لحالها، شو بنت لحالها؟ بيت صغير. اجت الاثنين بنت لحالها بيت صغير. اجت الثلاث بنت لحالها كمان بيت صغير، والأربعة كمان بيت صغير، والخمسة بيت صغير، والستة كمان بيت صغير، والسبعة بيت صغير، والثمانية بيت صغير، والتسعة كمان بيت صغير. كل واحد منهم بنى بيت صغير. صاروا ايش؟ فرحانين. كيف الواحد بفرح هيك؟ صاروا فرحانين. طيب حكوا لبعضهم احنا كيف رح نميز بيوتنا؟ حكت لهم بتميزوا بيوتكم بالآحاد. بتميزوا بيوتكم انكم تسموا حالكم ببيت الآحاد. حكت لهم بتقدروا تميزوا حالكم بانكم تسموا حالكم بيت الآحاد. نعيد القصة. كان يا ما كان، في قديم الزمان كان في أعداد. هدول الأعداد كانوا زعلانين وحزنانين. اجيت أنا سألتهم مالكم زعلانين؟ قالوا لي مس إحنا كل الناس عندهم بيوت، وجود عندها بيت، وعزام عنده بيت، ومروان وغزل وأسيد، إلا إحنا ما عندنا بيوت. حكت لهم لا تزعلوا، قديش معاكم؟ حكوا لي 20 دينار. حكت لهم أعطوني 20 دينار ورح أبني لكم لكل واحد فيكم بيت صغير. كيفوا، هم شايفين كيف انبسطوا. بعدين هم قالوا لي مس إحنا كيف رح نميز بيوتنا عن البيوت التانية؟ حكت لهم سموا حالكم بالآحاد، كل واحد فيهم اسمه آحاد. كل واحد فيهم اسمه إيش؟ اسمه آحاد. كل واحد فيهم اسمه إيش؟ اسمه آحاد. طيب يا حلوين، عندي هذا البيت. هذا البيت بيت الأربعة. الأربعة إيش يا أول حكينا؟ الأربعة إيش حكينا؟ آحاد. والآحاد كم عدد؟ من 1 لـ9. من 1 لـ9. من 1 لـ9. إذا الأربعة إيش؟ الأربعة آحاد. إجت الستة. إجت إيش؟ الستة جنبها. حكت لها الأربعة شوفوا معصبة، قالت لها يا ستة ايش بدك منا انت جاية هون؟ قالت لها دخليني معك على البيت، دخليني معك على البيت، في ستة عندك صغيرة صح؟ قالت لها الأربعة لا، انت ستة جنبي ما بدي اياكي.
قالت لها روحي بني بيت زيي. قالت لها رح أبني بيت أحلى منك، أنا معي 40 دينار، أنا معي 40 دينار. بنت بيت شو كبير، بنت بيت كبير. الأربعة بيتها صغير والستة بيتها كبير. الستة مالها اجت جنب الأربعة، قالت لها دخليني على بيتك. قالت لها لا ما بدخلك على بيتي، روحي بني إلك بيت. قالت لها الستة أنا بورجيكي، رح أبني بيت كبير. رح أبني بيت إيش؟ كبير. طيب الستة هاي كيف رح تميز بيتها عن الأربعة؟ سمت حالها عشرات. شو سمت حالها؟ سمت حالها عشرات. والأربعة شو سمت حالها؟ آحاد. طيب أول واحد بنى بيته مين؟ الأربعة. بعدين مين بنى بيت؟ الستة. إذا أول عدد، أول عدد مكتوب بيكون إيش؟ آحاد. وتاني عدد شو انبنى؟ عشرات. إذا أول بيت انبنى آحاد، وتاني بيت انبنى العشرات. يلا خلينا نشوف يا أول مين أول بيت انبنى أنا وإنتو. يلا يا أبطالي، عندي 42، 42. مين أول بيت انبنى؟ مين أول بيت انبنى؟ الاثنين. الاثنين مالها؟ شو بيتها؟ صغير. شو بسميها؟ آحاد. طيب مين تاني بيت انبنى؟ الأربعة. مين تاني بيت انبنى؟ الأربعة. شو بسميها؟ عشرات. شو بسميها؟ عشرات. شو بسميها يا أول؟ عشرات. عشرات. إذا أول بيت انبنى شو؟ آحاد. تاني بيت انبنى إيش؟ عشرات. يلا نشوف عدد تاني أنا وياكم يا أبطال، بدي إياكم أنتوا تجاوبوا. يلا، عندي 96، 96. مين أول بيت انبنى؟ هيو وين أول بيت انبنى؟ الستة. وين أول بيت انبنى؟ الستة. وين تاني بيت انبنى؟ التسعة. الستة شو بسميها؟ آحاد. والتسعة شو بسميها؟ عشرات. وين أول بيت انبنى؟ الستة. الستة شو بسميها؟ آحاد. التسعة شو بسميها؟ عشرات. الستة شو بسميها؟ آحاد. والتسعة شو بسميها؟ عشرات. أول بيت انبنى الستة، وتاني بيت انبنى التسعة. يلا نشوف عدد تاني أنا وإنتو. عندي 35. وين أول بيت انبنى؟ الخمسة. وين أول بيت انبنى؟ الخمسة. الخمسة شو بسميها؟ آحاد. طب والثلاثة شو بسميها؟ عشرات. إذا أول بيت انبنى خمسة، أول بيت بنبني خمسة بسميه آحاد، وتاني بيت بنبنى بسميه شو يا أول؟ عشرات. بسميه إيش يا أول؟ عشرات.